وصلنا لآخر فقرة ميسان من صباحنا ومستمرين بموسم الأعياد والتحضيرات والزينة. وفقرتنا الأخيرة أكيد رح نحكي عن تحضيرات زينة وهدايا كتير مميزة طبعا بتناسب أيام الكريسماس. واليوم من ورشة صغيرة أساس المنزل عم يكون تحضير لهدايا بنكهات طيبة ومختلفة، أفكار حلوة كمان غريبة. بدنا نقول صباح الخير للسيدة عليا خيربيك. صباح الخير، صباح كل عام الخير، وأنت بخير. كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم. يسعد صباحك عليا هلا وميلاد حبيبتي. مجيد عليا. قديش حلوة الشغلات اللي جايبت لنا اياها، وكنا عم نحكي تحت الهوا انه عم تحضريها لحالك. ايه تمام. قديش تحضير الهدايا وخصيصا هدايا الميلاد بيضفي نوع من الفرح، يعني وانت عم تشتغليهم قديش بتكوني مبسوطة فيهم؟ هلا انا بشكل عام شخص كثير بحب التفاصيل والدقة بكل شغلة بعملها، فإيه أكيد بفرح من قلبي يعني، وخصوصا لما بلاقي النتيجة اللي بدي إياها، ولما بلاقي الأصداء الحلوة يعني بيحاكوني العالم بيتشكروني بيبدوا إعجابهم، فأكيد بنبسط. خلينا نحكي شوي عن هدايا العيد، قد يمكن بتفرق عن باقي كل أيام السنة، وقد إيه خصوصية عندك، يمكن بتركزي مثل ما قلتي على التفاصيل بشكل أكبر، خبرينا. هلأ العيد دائما بيكون شيء مميز، وبنفس الوقت أنا بفضل الهدية تكون بسيطة، يعني هي تكون رمزية أو تعبر عن المناسبة يعني. فلهيك عملنا شغلات مثل اللي جبت لكم تماما. اياها. انا رح امسك شيء من الشغلات ايه يلي شغلتيهم. هلا اول شيء بلشنا من الكيس الخارجي، هو مشان الواحد ياخده هدية. ايه خبرينا. تمام. هلا هو كيس نويل بقلبه بينحط، شوف انا شو بقلبه. ايه تفضلي، بقلبه كوكيز وشوكولا. بالكنترول كلهم عم يشوفوا شو بدهم يشوفوا، شو بقلبه يعني. ايه تماما. حتى شغلات خاصة بالميلاد بالكريسماس. خلينا نشوف كمان هاي ماتريوشكا شوكولا. تماما. يعني هي على شيء على نويل. تمام. في شغلات انت محضرتيها خلينا نحكي عنها. في كمان بنحط كوكيز، بنحط شغلات يعني كلها بيبقى على الطلب كمان يعني. كل حدا بيختار يمكن كيسه الخاص شو كل موجود، كل شخص فيه بيختار هو شو هاي الكوكيز. اكثر شيء حبيته الاكلات الكوكيز. هاي الكوكيز انت عملتيهم، بس انه بقى صار الكيس انه خاص بنويل. ايه بيصير خاص بنويل بالمناسبة. يعني الباكج هو أنا بحسه هو اللي بيخلي المناسبة مميزة. مميزة يمكن. أكيد. قد إيه يمكن في طلبات معينة، كل شخص له ذوقه الخاص، بيحب إنه يضيف بالإضافة لشغلك المميز بده ذوقه يلي يمكن بيميزه عن شخص ثاني، وبيحب أيضا الشخص اللي بده يهدي هي الهدية تكون كمان تناسبه تكون مبسوط فيها. إيه هلأ بشكل عام يعني أنا بيقولوا لي انه على ذوقك يعني، عرفتي كيف؟ انه بيعطوني كم تفصيل عن الهديه. بياخذوا وقت معك عليا كثير بالتحضير؟ هلا هو الطلب بشكل عام قبل بيوم، وكل اوردر بياخذ ساعه تحضير يعني، هو انا بفضل انه اخذ وقتي فيه لحتى يطلع حلو. بسأل يعني انه انتو بتكون يا عادي ولا خالي من السكر او خالي من الجلوتين، مادة الجلوتين هي لحساسية القمح سيلياك. ففي اكتشفت انه في كتير عالم مصابين بهيدا المرض، ومثله مثل السكري، وما عندنا كتير منتجات له. فعم بعمل شغلات جلوتين فري وشوجر فري. بقى لما بيقولوا لي انه ايه مثلا بدنا بلا سكر، بحضر بلا سكر او بلا الجلوتين. قديش الطبخ او تحضير الشوكولا، يعني انت في شوكولا عم تعمليها بايدك، كيف تعلمتيهم؟ خبرينا كيف كانت تجربتك مع اول مره عملتي فيها شوكولا، او اول اكيد ما زبطت. كيف كانت التجارب الاولى؟ كل شيء ما زبط يعني، كوكيز اول مره ما بيزبطوا، الشوكولا ما بيزبطوا. انا هاي الشغلات بحبها يعني، عم بعملها كهوايه مو اكثر. بس تفاجأت انه هي القت هيك اعجاب، صدى حلو. ايه واعجاب، بقى كملت فيها. بس بشكل عام اكيد اخذت وقت يعني لحتى مشي الحال، عيارات وخلطات زبطت.
عليا اليوم بمناسبة الأعياد لازم نحن نختلف عن باقي الأيام وشغلنا يكون مميز أكثر. الأفكار الجديدة يمكن سنة عن سنة نحن عملنا كل شيء، يمكن توصل الوقت إنه نعمل كل شيء، بدي أفكار جديدة. فمن وين تستوحي شوي هي الأفكار؟ ممكن تشاركي حدا إنه شو ممكن أعمل هي السنة تاخدي الأسبوع؟ أكيد بتشارك، بستشير زوجي لأنه هو شخص عملي وبيسافر، فبستشيره بقول له شو شفت اللي بألمانيا مثلا، والله بروسيا شو شفنا. أكيد دائما الواحد بيستعين ببلاد تانية، بيشوف شو عندهم شي جديد لحتى يضل أبديت. يعني أنت ما فيكي إنه تحصري حالك بفكرة كل سنة معينة، نفس الشيء يعني طبعا بدك دائما تطوري. فأكيد السفر هو بيلعب دور، يعني بحكم السفر بشوف شغلات وبحاول أعمل شيء مثله وبضيف يمكن شيء مثله بما يتناسب مع الواقع المجتمع عنا والناس هون شو صحيح. بتحب صحيح. عليا دايما العالم بيوم الميلاد وقت بتكون لمة العائلة والعزايم بتكون بهي الليلة لازم الواحد ياخد معه هدية. انت وقت بتنصحيهم بتقولي لهم لا بنصحكم بهي الهدية او خذوا، شو اكثر الشغلات يلي بتنصحيهم فيها ليختلفوا بهذا اليوم الهدايا عن هدايا باقي السنة؟ لانه انت كمان بتحضري هدايا لباقي السنة ممكن نهدية صحيح. للعالم. هلا بشكل عام اي حدا رايح على بيت فيه عائله، انا بقترح من عنا ياخذوا بوكسات اللي فيها مكسرات ومجففات، فواكه مجففه يعني، واذا في اولاد اكيد ياخذوا لهم كوكيز او شيء يعني شغلات. وصراحين لعند ميسان ياخذوا كل شيء ياخذوا كل شيء وشغلات جلوتين فري تماما شغلات جلوتين فري معلش. نشوف هدول ستيكس، هدول تمر محشي جوز ومغطى شوكولا. تمام، لا هذا انا بدي اشوف الكيس اللي عملتيه الجرابات يلي هي بتنعلق في كادو نويل يلي بيكونوا الاولاد ناطرينه. ما كمان ايه طبعا خلينا نشوف هدول مين بيساعدك بصنعهم ولا هدول هلا جاهزين؟ هدول للحقيقه هن جاهزين عليهم تمام جيبهم. بس انا عجبك شيء والله كثير حلو، يعني بس ناقص كادو من نويل ما ناقص شيء، ناقص النويل نفسه نويل نفسه ما. بدنا نويل لكل الناس كمان هذا كثير حلو ان شاء الله. هذا خرج عباس اي حلو مميز. كمان يمكن في ناس بتحب السادة، في ناس تحب الحركه اكثر الاكثر. لا, لا, لا حسب العمر يعني الاكثر حسب العمر، للاعمار الصغيره عم ياخذوا بيحبوا الحركه يكون في اكثر. طيب كمان خلينا نحكي عن يمكن كثير من الصبايا بيحبوا هاي الاكلات كلياتها بس بخافوا شوي من زياده الوزن. عم بتراعي هذا الشيء لما بتشتغلين ان احنا ما بدنا كثير يزيد وزننا، بدنا لقمه طيبه بس بدون أكيد. ما نزعل بالاخر. هلا شوفي بشكل عام انا اللي بحضرهم الكوكيز اللي بحضرهم دائما بعمل حساب انه اعمل لبنتي بيبي، فما فيك تكتري للسكر يعني، وانا اصلا ضد فكره السكر للاولاد، فدائما بعمل حساب انه شيء انه يناسبها للولاد. وبنفس الوقت يناسب يعني كيف بتعملي لحالك بتعملي لغيرك يعني، فبراعي انه صبيه انه ممكن تضيف اولادها، انه في اولاد بالبيت او بالعيله، بقى كتير بنتبه هذا التفصيل انه يكون سكر يعني بسيط قليل. يعني نحن كثير انبسطنا بوجودك معنا لليوم عليا ولهالشغلات يلي جبت لنا اياها اكيد كثير مميزه. شو بتحبي تعايدي العالم اليوم بعيد الميلاد وتتمني لهم؟ هلا اول شيء شكرا لكم على الاستضافه. انا بدي اعايد على سوريا، على الجيش العربي السوري، بقول لهم منصورين، والاهم انه ان شاء الله يا رب هيك تضل كل ايامنا ميلاد واضويه وفرح ينعاد عليكم وعلى الجميع بالخير. كمان لك نحن شكرا، ينعاد عليك على عائلتك وبنوتك الحلوه، وبنتمنى دائما نشوفك بهالطله الحلوه وبهذا الشغل الكثير مميز. شكرا لك علي.